اوكي تمام متفق معاك. هتدخلي بالتكنيك العمودي، صبعك دايما تحت ساند على الحافة، وريني كده عن اذنك تحت الابره، تحت النيدل، وانا تدخلي تحت تثبتي اصبعك، تعملي صبعك كده، لا بده ها اي ايوه ايوه ده وصلت للعظم. لا يبقى النقطه غلط، لازم تطخين بالعظم، يبقى تحت شويه. زين انت حاسه هلا حاسه العظم بعدين دخلي النيدل. ما انا قلت لها كده، قلت لها تحسي بايديك. عملت اسبيريشن تمام اوكي بس بتاكد منك يعني بالراحة سلولي، مش مستعجلين لحد ما تبرز الجزئية تمام. الحين شوية وانت خارجة مش كتير، رجعت ورا لي كتير، ادفع المد عشان تعمل هرم ممتاز. برزت المنطقة، المساج بتاعك يكون بالشكل ده. لا مش قوي، انت بتشكلي اوكي، لكن نفعصها كده يبقى تدوب. المسكين فيش قاعد قرصي عجنتني.